وذكر الحجاج خبر وفاة الوزير محمد بن علي بن الحسين المعروف بابن مقلة، وزير من الشعراء الأدباء. استوزره المقتدر العباسي ثم غضب عليه فصادر أمواله ونفاه إلى فارس. استوزره القاهر بالله ثم اتهمه بالتآمر على قتله فتوارى عن الأنظار. بعدها استوزره الراضي بالله سنتين ثم نقم عليه فقبض عليه وقطع يده اليمنى ولسانه وسجنه، إلى أن مات في سجنه عن عمر ناهز 74 عاماً.